السلام عليكم، ازيكم يا احباب؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. متواصلين في الجزء الثالث من تفسير رؤيا الامراض والاوجاع والعاهات التي تبدو على اعضاء الانسان من تفسير مجلد تفسير الامام ابن سيرين. اتمنى ان انا بكون بفيدكم. يعني هنتكلم وندخل في الفيديو على طول بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بقى ايه؟ القوباء، تفسير رؤيا القوباء. بص يا احباب، هو في امراض انا حرفيا اول مره اسمع عنها يعني، ولكن مع بعض نشوف يعني ايه القوباء. قوباء ما ليخشى صاحبه على نفسه المطالبه من جهته. اما اختلاف الامراض هنا بيقول لك ايه، حكى ان رجل اتى ابن سيرين فقال رأيتك إني مجزوم، فقال أنت رجل يصار إليك بأمر قبيح وأنت منه بريء. يعني كأني بقى إيه، إني يعني حاجة إيه باتهام باطل والشخص ده منه بريء. أما اختلاف الأمراض فإن رأى كأن به أمراضا باردة فإنه متهاون بالفرائض من الطاعات والواجبات من الحقوق، وقد نزلت به عقوبة الله تعالى. والأمراض الحارة في التأويل هو من جهة السلطان، يعني في أمراض بتبقى باردة وأمراض بتبقى إيه، حارة. وأما اليابوسة فمن رأى به مرض من يابوسه فقد أسرف في ماله من غير رضا الله تعالى، وأخذ ديون من الناس وأصرف فيها ولم يقضيها فنزلت به العقوبة. وأما الرطوبة فدليل العسر والعجز عن العمل. وأما الجنون ما يصيب صاحبه بقدر الجنون منه إلا إنه يعمل في إنفاقه بقدر ما لا ينبغي من الصرف فيه مع قرين سوء. وقيل كسوة من ميراث، وقيل نيل سلطان لمن كان من أهله. طيب، وجنون الصبي غني أبيه من ابنه، وجنون المرأة خصب السنة، ومرض الرأس في الأصل يرجع تأويله إلى الرئيس. وقيل الصداع ذنب يجب عليه التوبة منه ويعمل عملا من أعمال البر طبقا لقوله تعالى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن رأى شعر رأسه تناصر حتى صلع فإنه يخاف عليه ذهاب ماله وسقوط جاهه عند الناس. ومن رأى امرأة صلعاء دل على أمر مع فتنة. ومن رأى كأنه أجلح يعني إيه، ذهب الشعر من جانب مقدم رأسه، ذهب بعض رأسه مال رئيسه، ذهب بعض رأس مال رئيسه وأصابه نقصان من سلطان أو جهة. وقيل أن إن كان صاحب هذه الرؤيا مديونا أدى دينه. ومن رأى كأنه أقرع فإنه يلتمس مال رئيسه لا ينتفع به ولا يحصل منه على العناء. والمرأة القرعاء سنة جدبة، والآفة في الصدغ تدل على الآفة في المال، والمرض في الجبهة نقصان في الجاه. طيب، وأما جدع الأنف وفق العين فيدلان أن الجادع والفاق يقضيان دينا للمجدوع والمفقود، ويجازان قوما على عمل سبق منهم لقوله تعالى والأذن بالأذن. يعني زي نظام إيه اللي هو إيه، دين تدان بقى، أنت ضربتني طبعا هضربك وهكذا، يعني انت قتلتني طب انا هقتلك. والعين بالعين والسن بالسن، او العين بالعين والسن بالسن، والجروح قصاص. يعني الجروح بقى اللي هي بقى ايه، يعني انت ضربتني انا هضربك، بس انت اذيتني في جسدي طب انا هاذيك في جسدك. فان راى كان شيخا مجهولا قطع اذنيه فانه يصيب ديتين. ومن رأى كأنه صلم يعني ايه، الاستئصال بقى من اي حاجة، كأنه صلم اذن، استأصل اذن رجل فإنه يخونه في اهله او ولده ويدل على زوال دولته. وفي بعضهم، وقال بعضهم من رأى ان اذنيه جدعة وكانت له امرأة حبلة
فإنها تموت، وإن لم تكن له امرأة فإن امرأة من أهل بيتي تموت. طيب، وأما الصم فإن الصم اللي هو الصم يعني اللي هو ما بيتكلمش، فإنه فساد في الدين. وأما الرمد اللي في العين يعني فيدل على أعراض صاحبه عن الحق ووقوع فساد في دينها على حسب الرمد، عفوا على حسب الرمد، لأنه يدل على العمى. وقد قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد قيل أن الرمد دليل على أن صاحبه قد أشرف على الغنى، فإن لم ينقص الرمد من بره شيئا فمن بصره أسف لم ينقص الرمد من بصره شيئا فإنه ينسب في دينه إلى ما هو بريء منه وهو على ذلك مأجور. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم عشان الفيديو ما يكونش طويل. إن شاء الله متواصلين في الجزء الرابع، هنتكلم عن كل نقصان في البصر ونقصان في الدين. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم. دمتم في أمان الله.